السلام عليكم. هذا الفيديو راح نشوف شلون نعمل عملية حذف للباد كاركترز من payload مثلا موجود عندنا. بكثير من الفيديوهات السابقة اللي سجلتها استخدمت اللي هو هذا payload اللي لما نشغله اللي يعطيني اللي هو الكالكوليتر. فالشيل كود كان دائما بأغلب الأمثلة السابقة هو يشغل لي هاي الكالكوليتر. طبعا انا استخدمت بهذا البيلود اللي هي لو جينا على استخدمت هذا الشيل كود اللي هي الوين اكزيت كالك شيل كود. بهذا الفيديو بس حبيت انه نشوف كيف ممكن ناخذ هاي الشيل كود، كيف نعمل لها اسمبل، وايضا كيف نلغي الباد كاركترز منها ونستخدمها ب البرنامج تبعنا او بالاكسبلويت تبعنا لاغراض البي او سي او اللي هي البروف اوف كونسبت. هسه طبعا هذه البيلود اذا تلاحظوا عليها او هاي الشيل كود هي تشتغل على كل هاي الانظمه ويندوز 2000 اكس بي 2003 2008 7.8 و8.1 او 8.1 لكن هو مو ذاكر انها تشتغل على ويندوز 10. طبعا احنا راح نشغلها على ويندوز 10. قد يكون انه صاحب اللي المطور ما عمل عملية تجربة لإلها على ويندوز 10، لكن فعليا هي تشتغل على ويندوز 10 وراح نشوف هذا الكلام بأنفسنا. فأول حاجة نعمل لها داونلود. أنا أوريدي عملت لها داونلود وخليني أعمل اكستراكت للبيلود لهذا الشيل كود كامل ونعمل ندخل على الدايركتوري. هسه قبل لا نكمل هنا العفو خليني بس اشرح حاجه بسيطه عندنا هون على البرنامج نفسه. هسه البرنامج طبعا هذا لانه قلت لكم عملت تجربه او سجلت فيديو بالانجليزي، فقلت خليني اعيد التسجيل لكن المره هاي بالعربي، لانه اكيد لو ما سويتها هسه راح انساها وراح تنسي الموضوع كله. وانا ذكرت انه راح بالمستقبل اسوي يعني اعمل ريكوردينج هذا، خلينا نسويه ونخلص منه مثل ما يقولون. فلو جينا شغلنا البرنامج اللي هو هذا وجينا قلنا هلو، اوكي راح يطبع لي الكلام اللي ادخلناه. طيب لو قلنا هلو وورلد، اوكي ايش راح يسوي؟ راح ياخذ بس كلمه هلو وبعدين الفاصل الفراغ هذا اعتبره هو نل بايت وقطع النص وما اخذ اللي وراه. لو نريد ناخذه كامل فنحط بين دبل كوت دبل كوتيشن حتى ياخذ النص كامل. طبعا هذا ايش يعني؟ يعني عندي الفراغ هذا راح يسبب لي مشكله. يعني لو كان عندي البيلود تبعتي او الشيل كود اللي نرسله لهذا البرنامج بالاكسبلويت لو كان في فراغ ما راح يشتغل عندي الاكسبلويت. ليش؟ لانه هذا راح يكسر او يخرب خلينا نقول البيلود. بالنهايه البيلود هو عباره عن مجموعه اسمبلي انستراكشنز، الفراغ هذا راح يغير هاي الانستركشن تكون حاجة ثانية حاجة مختلفة، فبالتالي ما راح يشتغل عند البرنامج او راح يكون النتيجة مختلفة، يعني الشيل كود تضرب ممكن. فعندنا مشكلة بالنل بايت. غالبا البرامج اللي اصلا تاخذ سترينج النل بايت هو مشكلة، والفراغ ايضا قد يكون بالنسبة لها ايضا مشكلة، فنحتاج نلاقي حل. اوكي فالحل انه لنفترض عندي اللي هي هاي البيلود اللي هي win-exec-calc-shellcode. طبعا هاي لو جينا عملنا لها يعني open بالاسمبلي نشوف الكود، هذا هو الكود تبعها. اوكي هسه كل اللي علينا نسويه لو جينا شفنا اللي هو how to build، لو جيت تفرجتوا على هاي ال how to build سهل جدا. يعني هذا الشيل كود احنا راح ناخذ اسهل طريقة اللي هي هاي، خلينا نستخدمها. اوكي نستخدم هاي الطريقة بس اعمل حاجة هون على جهازي هذا نسيت شغلة. اوكي خلينا نستخدم هاي نعمل run. هسه ايش صار عندي؟ صار عندي ملف اللي هو البن هذا. اوكي هذا فيه ايش اللي هو الشيل كود. لو جينا عملنا له مثلا خلينا نعمل هيك حتى نشوف محتواه، راح تلاقي انه هذا عندنا اللي هو الهكساديسيمال فاليوز تبعتهم هذول. اوكي هذا عندنا خلينا نكبر شوي الصوره وين ال ما نقدر نسوي
هاي ارضى قاعد. طيب هاي تابس layout قريب. ليش ما يخليني زوم ان؟ طيب والله كبسنا عليها هاي. اوكي هسه اتوقع احسن. طيب بس كمان شويه ماشي. هسه اذا تلاحظوا عندنا هاي هي الهكسا ديسيمال فاليوز اللي موجوده عندنا الى اخره. طب لو جينا تفرجنا عليهم شويه بدقه راح نلاقي عندنا اللي هي هاي، شايفين هذا اللي هو العشرين. طبعا العشرين هو عباره عن الفراغ السبيس بالهكسا ديسيمال. كيف لقيناه؟ لو جينا على الاسكي فتحنا الجدول، لو جينا نزلنا تحت شويه نطلع على سطر الهكس العمود الهكس، جينا نزلنا شويه تحت راح تلقى كمان شوي بس كمان شوي بعد راح تلقى شوف العشرين هو الفراغ، والفراغ احنا اوريدي ايش لقينا؟ فراغ يسبب لنا مشكله. فراغ لو جينا حطينا مثلا هلو اي حاجه مثلا وبعدين اي حاجه ثانيه اذا تلاحظوا ياخذ لحد هنا وبعدين الفراغ راح يقطع السترينج، فنريد نتخلص منه. هسه شو راح نتخلص منه هذا العشرين؟ هنا راح نستخدم اللي هي msfvenom بس بطريقه شويه مختلفه. بس عندنا هذا الشيل كود اللي عندنا اوكي، راح نعمل له بايب وهسه راح نستخدم msfvenom اوكي ماينس بي حتى نحدد البيلود. هسه البيلود هنا هو مو ويندوز مثل كنا مثلا نسويه بمرات ثانيه ريفرس الى اخره، هو مو بعد ما راح نستخدم هذا البيلود، لا احنا نريد نستخدم هذا البيلود نفسه ونتخلص من الباد كاركترز بداخل نفس البيلود. يعني هذا البيلود اللي عندنا بباد كاركترز اريد استخدم msfvenom حتى اتخلص من هاي الباد كاركترز. فكل اللي راح اسويه msfvenom ماينس بي، هسه بدل ما نحط اللي هي البيلود احط الداش. هسه الداش ايش معناته؟ معناته اقرا او اخذ البيلود، اخذ محتوى البيلود من وين؟ من الستاندرد انبوت، يعني من راح ياخذها. يعني هذه العمليه راح من خلال البايب نمررها كمدخلات ل msfvenom اوكي. مره ثانيه الكات راح يعمل عمليه عرض لمحتوى هذا البيلود اوكي. هذا العرض وين راح نرسله؟ نرسله ل msfvenom. فاحنا قاعدين نقول ل msfvenom اخذ المحتوى من وين؟ من الستاندرد انبوت او من هاي المدخلات اللي عندنا هنا. هسه ايش نريد نسوي؟ نحدد اللي هي الاركيتكتشر ماينس اي ونحدد اللي هي x86 وعندنا ماينس ماينس بلاتفورم، نحدد البلاتفورم بلاتفورم اوكي. راح نحدد البلاتفورم هو ويندوز، فوين ماينس اي نحدد هسه اللي هي الانكودر اللي راح نستخدمه حتى يعمل انكود للبيلود ويلغي الباد كاركتر. فراح نستخدم اللي هي شيكاتاغاناي، هاي اسمها ما لي دخل، روحوا تعاركوا ويا اللي سواها مو مشكلتي. هو مسميها شيكاتاغاناي ماينس اف حتى نحدد ايش الفورمات، راح نقول له سي، احنا نريده بفورمات السي. ماينس بي حتى ايش هي الباد كاركترز اللي نريد نلغيها، فراح نقول له نريد نلغي 00 لانه هو نول بايت، ونريد نلغي ايش اللي هو العشرين. فهسه لو عملنا انتر هذا راح يكون عندي اللي هو البيلود تبعنا، راح يسوي جنريت للبيلود. اذا تلاحظوا قال لك attempting to read the payload from standard input اوكي، فقرأ من الستاندرد انبوت لقى اللي هو شيكاتاغاناي، البيلود حجمه 99 بايت. طبعا هذا الفاينل سايز للسي فايل اللي هو هذا كلياته، بيقول لك 441. بس احنا خلينا ناخذ هاي او خلينا ناخذها كلياتها اوكي، ناخذ هاي كلها وحتى اشيرها مع جهازي الثاني صراحه راح استخدم بيس بن. طبعا هذه من تجربه من الفيديو السابق، لكن خلينا بس نحطها ونعمل اللي هي كرييت. هل كبسنا عليها؟ كرييت اوكي. سو هسه عندنا J8J1TPPM J8J1. خلينا نروح على الويب سايت هنا
عندنا J81J بعدين ايش عندنا كان 1J T J1 العفو TPPM عندنا ليش ما يكتب J1 TPPM صح نشوف اوكي تمام خلينا نسخن البيلود ونحط هذا داخل البرنامج تبعنا فخلينا نسويها هيك اوكي نسكر نسكر القوس نجي هنا ايضا نسكر القوس وهذا راح اسميها شيل كود 2 بس حتى اغير شيل كود 2 هنا نعمل رن مفروض ينطيني اللي هي الكالكوليتر فانطاني الكالكوليتر فاذا تلاحظوا عملية جدا بسيطة كل اللي نحتاج نسويه انه البيلود تبعنا نستخدم بعدين طبعا هذا يضبط لأي بيلود صراحة بس نستخدم msfvenom بس هنا راح نستخدم اللي هو الستاندرد انبوت نمرر البيلود لmsfvenom ونلغي من خلاله اللي هي الباد كاركتر طبعا لو نفترض انه انت ايضا حابب مثلا نفترض مجرد مثال للجدل تلغي ال 99 كل اللي راح تسويه هنا تجي تضيف اللي هي x 99 تعمل run خلينا نحضر لنا واحدة ثانية بس حتى نجربها نفس الشيء إذا تلاحظوا أيضا اللي هي 99 بايتس راح ناخذها المرة هاي أيضا خلينا ناخذها ونروح على pastebin وcreate مرة ثانية وهسه عندنا dnsn V0W6 اوكي عندنا المرة هاي عندنا DNSN والله الذاكرة عندي شطب V0W6 ما قاعد يكتب V0W6 اوكي جيب لنا اياها هاي ناخذها خلينا نغير البيلود تبعنا بس نغيرها بهاي طبعا هنا طبعا انت تقدر تحط انه size equals 99 انه الحجم 99 بس حتى تتذكرها نفس الشيء هسه احنا سيفنا هنا صح بس نتأكد تمام لو عملنا run ايضا راح يشتغل عندنا ايش اللي هو يلا يا معود لا تفشلنا شو صار عندي الجهاز علق واشتغلت عندنا الكالكوليتر فتلاحظوا قدرنا نستخدم عندنا البيلود بيلود موجود بلغة ثانية او برنامج ثاني الى اخره لكن برنامجنا هذا البرنامج ما يتقبل الفراغ فبالتالي نريد نتخلص من الفراغ فممكن نتخلص من الفراغ بهاي الطريقة جدا بسيطة اللي هي نلغي البيلود باستخدام استخدام msfvenom طبعا هذا ايضا الان اثبتنا انه هذه البيلود فعليا او هاي استخدمها مثل ما قلت لكم لاغراض البي او سي فعليا هي تعمل على ويندوز 10 وليس فقط 8.1 اخر حاجه تشتغل عليه هذا اللي حبيت اسويه بهذا الفيديو اذا عندكم اي سؤال استفسار لا تترددوا شكرا لكم ونلتقي في فيديو آخر السلام عليكم